أول ما يمكن أن نبدأ به هذا اللقاء هو تقييمكم للعناصر للعصائر ديال الفواكه في شهر رمضان بشكل عام. نعم، هو عندك العصير الفاكهة الطبيعي والصودا الصناعية هي نفس المعركة، بغض النظر على المصدر الطبيعي أو لا، بغض النظر على مجموعة الفيتامينات والمعادن والأنزيمات والألياف، كيبقى نفس المشكل. علاش؟ غادي نعرفوا بأن ألو؟ نعم ألو، معك دكتورة تفضلي. نعم، احنا كنعرفوا بأن المنظمات الصحية العالمية كتدعو جميع البلدان ديال العالم باش يردوا بالهم والحد من تناول السكر، لا البالغين ولا الأطفال، خصوصا أن الإرشادات دابا جديدة، ما بقيناش تنتكلموا على 10% ديال من الإجمال المدخول الطاقة هو يكون سكريات، هبطنا 5%، يعني كتعد واحد 6 المعالق صغيرة في اليوم. وبغينا نعرفوا بأن هذه الفواكه فيها نسبة ديال واحد السكر سميتو الفركتوز، دونك هناك كنعيطوا لهم السكريات الأحادية، كنعيطوا لهم السكريات الحرة، هناك جلوكوز وفركتوز، وعندنا السكريات الثنائية اللي هي السكروز وسكر المائدة، وعاد عندنا اللي كنسميهم السكريات الذاتية اللي كنلقاو في الحليب، في الخضراء، في الفواكه، في القطنية إلى آخره، في العسل، في التمر. دابا بعض الناس يظنوا بأن مادام الفواكه طبيعية إلا ممكننا ناخذوا واحد الجرعات هائلة ديالهم، بغيت نقول لهم بأن الاستجابة البيولوجية غير كتستقبل السكر في الجسم هي نفسها. وردوا بالنا بان الا خدينا واحد الكاس ديال العصير بالفاكهه صغير، راه فيه ممكن ما بين 10 حتى 13 غرام ديال الكربوهيدراتات، دونك خصنا ردوا بالنا. الوغ مؤخرا علاش ما تهدش، حنا عارفينها شحال هذه، ولكن دابا عندنا بحث عالمي راه دارت واحد الدراسه شملت اكثر من 13450 شخص اللي كيفيقوا اكثر من 45 سنه، وشافوا درسوا فعله الجسم اتجاه تناول بزاف ديال هاد العصير وهاد السكر، والعلاقه ما بين المقاومه الانسولينيه. اذا جبروا بان نسبه الوفيات ممكن توصل 11%، كتفسر بنسبه الخطر الاصابه بمرض السكري والنوبات القلبيه الى اخره. دونك هاد البحث العلمي جا وفيق الناس بان اكيد الفواكه مزيانين، ولكن الا خديناهم بكثره خصوصا في شهر رمضان، كل نهار كامل الواحد صايم، يعني نسبه السكر هابطه، الانسولين مقاده، البنكرية مرتاحه، الجهاز الهضمي مرتاح، وكنعطي واحد الجرعات هائله. وبغيت غير نقول كيف تنعاود ناكد الاستجابه ديال الأجسام ديالنا البيولوجية للسكر في العصير الفاكهة بحال بحال أو لا تقرب الاستجابة للمشروبات الغازية. هنا غادي نحاول نفكر نقول لكم علاش. علاش؟ لأن غادي نفهمو علميا. دونك هذاك التأثير ديال الفريكتوز شنو تيدير؟ كيجيب لنا حتى هو إذا كثرنا منه المقاومة الأنسولينية، ومها إلا كثرات وتزادت عليها الدهون الثلاثية كيبقى يتحطم، لان الخلايا ديال الجسم ما كتعرفش شي حاجه مثل الفركتوز، هي كتستعمل الجلوكوز. الجلوكوز هو اللي كيدخل للخليه باش يتستعمل. فاش الكبده كيوصل لواحد الكميه هامه ديال الفركتوز، هي ذكيه كتبدا تخزنه. اول مشكل هو التشحم الكبد، ومن بعد كتبدا يعني بحال اللي كنقولوا كتصيفطو سو فورم دو جلوكوز باش يتحط طوابق ديال الدهنيات في الجسم. احنا ممكن نطلعوا المقاومه الانسولينيه، ممكن نديروا السكري من نوع ثاني، ممكن نطلعوا نسبه الدهون الثلاثيه ونوصلوا لمشاكل كبيره. بين قوسين دكتوره غير نوضحوا، المقاومه ديال الانسولين هي ان الانسان كيكون بحال كيستعد تكون عنده مرض السكري، تيحل الباب مرض السكري، تيقولوا اهلا وسهلا بك. وانا بغيت نتكلم بنجمعوا هذا الشيء كامل تحت واحد الكلمه اللي سميتها لو سيندروم ميتابوليك، او لما يسمى متلازمه الايد. شنو هذه متلازمه الايد؟ هي مجموعه من المشاكل اللي كتحدث، ممكن كتجي كامله ممكن غير وحده فيها، اللي كتزيد من خطر الاصابه بامراض القلب والسكتات الدماغيه ومرض السكري من النوع الثاني. كتشمل شنو هما؟ ضغط الدم، ارتفاع السكر، زيادة الدهون الجسم خصوصا حول الوسط يعني في البطن، زيادة مستويات غير طبيعية في الكوليسترول والدهون الثلاثية. وإلا كان عندنا واحد من هادو ما يسموه بلي فاكتور دو ريسك، يعني ما كنكونوش عندنا خطر كبير، ولكن شحال ما تزادت وحدة على الأخرى زيادة على التوتر تتسمى هذا متلازمة الأيض. ودابا مازال غنزيدو الطين بلة، صوري بأن فاش ترفع نسبة الدهنيات وكترفع نسبة المقاومة الأنسولينية كيولي عندنا مشكل ديال الحمض البوليك لاسيدوريك، لأن هذاك الفركتوز اللي خصو يدلو الإدارة ديالو في الكبد، اللي الكبد كتستعملو يعني كتردو فركتوز أن فوسفاتاز. من بعد شنو كيطرى؟
كيتحول لاسيد اوريك، ومن بعد هذاك الاسيد اوريك كيقلل توافر الاكسيد نيتريك وهو اللي هو مهم في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي. ودابا نفهموا علاش عصير الفواكه بكثره على بطن فارغ غيعطينا هذه المجموعه ديال المشاكل، وممكن نصدقوا يعني في الاخر ديال رمضان عندنا هذه المشاكل اللي احنا في غنى عنها. شنو هو الحل دابا؟ هو اللي كنتظروا جميعا المستمعين ديالنا. الحل هي نزيدوا الخضر على هذه الفواكه.